اليوم السابع كولر يواصل سياسة التدوير في الأهلي لحين حسم بطولة الدوري. يعني من خلال متابعتهم للتدريبات والمباريات شايفين ان في ماتشات ممكن يبدا بكهربا، في ماتشات لعب بشريف، في ماتشات ريح ستاو، في ماتشات لعب بحسين، في ماتشات بدا باحمد عبد القادر. ماتش امبارح عبد القادر مثلا ما لعبش، اخر ماتشين ثلاثه عبد القادر كان موجود بشكل اساسي. دايما في روتيشن وتدوير في العديد من المراكز، وطبعا ده لازم يحصل لان انت بتتكلم في كل 72 ساعه مباراه. يعني مين عنده اللياقه او القوه البدنيه ان يقدر يلعب كل هذه المباريات؟ الاهلي لغايه ماتش امبارح، يعني دكتور احمد قال لنا رقم مهم جدا، الاهلي لعب 51 مباراه خلال هذا الموسم، وما زال امامه ما يقرب من حوالي 10 مباريات حتى بما فيهم مباريات كاس مصر، فنسبه كبيره جدا. ملعب القاهره 24، ونقل تصريحات مهمه جدا للمهندس فرج عامر رئيس سموحه، واللي قال فيها تم التعاقد نهائيا مع حسام حسن مهاجم النادي الاهلي. حسام كان رايح اعاره لفريق سموحه ومع تفعيل بند الشراء. طبقا لتصريحات رئيس سموحه اعلن ان الاهلي فعل بند شراء خالد عبد الفتاح، وسموحه ايضا كمان فعل بند شراء حسام حسن. والاهلي طبقا لتصريحات المهندس فرج عامر قال ان الاهلي هيعلن عن التفاصيل دي خلال الساعات اللي جايه، لكن طبعا الاهلي بالتاكيد بينتظر نهايه الموسم عشان يبدا يشرح ويتكلم على استعداداته لموسم الانتقالات في الفتره اللي جايه. طيب المصري الرياضي بيقولوا شركه الكره بالاهلي تتحفظ على ضم مدافع فاركو، الكلام على اسم عبد الله بكري. وانا بقول لكم اصلا مفيش تحفظات ولسه الترشيحات شغاله وفي اسماء معروضه من خلال لجنه التخطيط مع مارسيل كولر ومن خلال الكابتن هاني رمزي، واللجنه الفنيه بتعرض برضو عدد من الاسماء خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه في ترند الاهلي جريده الشروق عامله تقرير عن اخبار موجوده في السعوديه ان في اتجاه لاتحاد جده السعودي للتفاوض لضم محمد عبد المنعم لتعويض احمد حجازي. الكلام ده اصلا منشور في صحيفه سبورت السعوديه، واللي قالت فيها ان عبد المنعم دخل اهتمامات البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جده لتعويض غياب حجازي. طبعا الكلام ده غير مؤكد وكلها يعني اجتهادات صحفيه من عدد المواقع من المواقع العربيه او المواقع السعوديه، ولكن مفيش اي حاجه رسميه. وحجازي على فكره مكمل مع اتحاد جده هو وطارق حامد خلال الفتره اللي جايه. ملعب القاهره 24، وخبر اكيد الفتره الجايه هيكون هو الترند على السوشيال ميديا، مين حكم مباراه القمه؟ حكم مصري، حكم اجنبي؟ اتحاد الكره يستقر على طاقم تحكيم مصري لاداره مباراه الاهلي والزمالك، وهذا الثلاثي مرشح. مين الثلاثي؟ قالوا ان الثلاثي المرشح امين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف. طيب عشان نتكلم في الجزئيه دي، وده تاكيدا اللي كنت بقوله من شويه مع دكتور احمد ثابت، في حكم دولي لم يدير اي مباراه للاهلي خلال هذا الموسم، ممكن امبارح كابتن ناصر عباس اتكلم في الجزئيه دي وذكر وقال الكابتن محمود ناجي. كابتن محمود ناجي حاليا موجود على فكره في بطوله افريقيا تحت 23 سنه، وادار اكتر من مباراه وظهر بشكل رائع جدا، وكان ادار نهائي كاس الامم الافريقيه للشباب تحت 20 سنه اللي استضافتها مصر، وكان ادار نهائي البطوله العربيه اللي اتلعبت قبل كده برضو في السعوديه من حوالي 3 أو 4 شهور. فبالتالي ليه رصيد كبير جدا في المباريات الدوليه، ولكن لا يدير او لم يدير اي مباريات للاهلي. مين ممكن يدير مباراه القمه؟ الفكره مش هيكون ليها معيار بالمستوى الفني، بجيب لكم بصراحه او بقول لكم بصراحه القصه مش هتبقى بالمعيار الفني. لو ما كانش حكم اجنبي لجنه الحكام هتفكر فيه يا محمد عادل يا محمود البنا. يعني هي مش هقول مساله ثقه فنيه، لا هي ثقه اكتر في الحكام اللي ممكن تديها ماتشات اكتر. وده تبصوا حتى على جدول ترتيب المباريات مين بياخد ماتشات كتير، هتلاقي مثلا البنا خد 6 مباريات للاهلي، مفيش حد خد المباريات دي للاهلي. امين عمر اللي هو حكم محترف ومن اهم الحكام حاليا في الاتحاد الافريقي لم يدير للاهلي سوى مباراه واحده، كانت مباراه الاهلي وطلاع الجيش، مباراه واحده بس، لكن البنا خد 6 ماتشات. محمد عادل شوفوا الماتشات اللي ادارها خلال هذا الموسم عشان تعرفوا اللجنه بتفكر ازاي. ما هي يا جماعه فكره ان احنا نتعامل مع لجنه الحكام واختياراتها ان هي اختيارات فنيه، استبعدوا الجزئيه دي. وانا خلاص بقيت مؤمن بفكره ان الناس دي ما بتشتغلش بامور فنيه. لو ما فيش حكم اجنبي لا قدر الله هيفكروا في الحكم المصري، والتحكيم المصري حاليا مش مؤهل لاداره مباريات القمه بكل امانه وبكل صراحه، مش مؤهل لاداره مباريات القمه. مش حاجه يعني مش اقصد ان انا اتكلم على الحكام المصريين بشكل سلبي اطلاقا، هم الحلقه الاضعف في المنظومه بصراحه ومظلومين بنسبه كبيره، ولكن اللجنه هي اللي وصلتهم للمستوى ده.
فلو اللجنة جابت حكم مصري هتكون بتخلص على نفسها قبل ما بتخلص على الحكم اللي هيتم إسناد هذه المباراة ليه. لكن فكرة معروف أو أمين عمر، أنا عارف إن اللجنة ما بتديش ماتشات كبيرة، لا معروف ولا الأمين عمر، تفكيرها بيبقى دايما يا عادل يا البنا.